الماجستير الثالث والتموجات اللي حاصلة به. طبعا هذه التموجات نتيجة الفساد المالي والإداري اللي يعاني منه العراق بأجمعه. ومع الأسف طبعا الشركة المنفذة قشطته وقامت أيضا بإعادة إكساءه ورجعت الحالة إلى ما هي عليه. فنحن نطالب الجهات المسؤولة وخاصة المحافظة والبلدية والطرق والجسور اللي هي مسؤولة عن هذه الأمور ومتابعتها أن تعيد قشط الجسر مرة ثانية وإعادة إكساءه بطريقة نظامية وفنية وفق المواصفات العالمية، لأنه هذا جسر دولي وتمر عليه شاحنات قادمة من خارج العراق. هاي أولا. ثانيا، على الجهات المسؤولة مراعاة الحمولات التريالات العابرة على الجسور عامة وليس جسر ثالث حتى نتلافى هذه المشكلة. 4-5 مرات بلطوا هسه كله صاير، حتى صاير حوادث بيسا يوميا، صاير 4-5 حوادث. ما خش تبليط، هذا التبليط يعني اشم واحد يشتغل ما يشتغل مليح على السريع بس على مود الفلوس، ما يشتغلون عدل ابد. والرحمة الله امرين عملا صالح فاتقنوا، يعني المخجم وخلوا قير الحصو كله يطلع برا هيك وينزل، طسات تروح وتجي، سيارات كلها تروح وتجي. وهاي السيارات اللي يعني هذا الحين خسف اليوم، سيارات كلها ب 40 طن و 50 طن كلها تنزل يوم عن يوم عم ينزل. ماخو شغل ما مضبوط نهائيا، لازم نحاسبه، لا لازم محاسبته. ليش هذا الشغل بس ياخذ الفلوس بس يلط؟ ما يصير، لازم يشتغل عدل. الجسر الثالث تعبان حيل، بلطوها كم مره بلطوها ولا عبالك ولا كانه يعني مبلطي. تيبر رجع مثل ما هو، من يبلطوه جديد يرجع التيبر، ما يطولوا شهرين ثلاثه يرجع التيبر. مواد مالته ما مضبوطه ابد، نهائيا ما مضبوطه المواد. طالب يعني انه يحققون بهذا الشيء، لان هذا الشيء اللي يصير غلط، ما يصير يظل على هذا الشيء كله حوادث وشغلات على الجسر.